رسالتنا هي رسالة لأطفال فلسطين بأنه بابا نويل اللي بوصل للمشردين والمعذبين يعطيهم هدايا أطفال فلسطين محرومين. اليوم لبسنا بابا نويل عشان نوصل هدايا وهي الصمود في أرضنا، رسالة لأطفال فلسطين نحن على درب الحرية حتى القدس. إحنا بابا نويل بوزع هدايا، الاحتلال بوزع قنابل، اليوم هاي القنابل بوزعها الاحتلال الإسرائيلي في أعياد الميلاد المجيد.